وينضم إلينا مراسلانا من الجزائر كريم قندولي وكذلك من تونس زميلتنا نجلاء بخريص. أبدأ معك كريم، يعني أهم ما جاء في اللقاء في هذه الزيارة، وهل طلب شيء معين من الجزائر؟ داليا، يعني الإنزال الدبلوماسي الكبير الذي تشهده الجزائر هذه الأيام يدل على أن قضية ليبيا ليست قضية سهلة، هي قضية حرب دولية ربما تجرى في منطقة معينة، دول الجوار كلها في حالة استنفار، سواء كانت الجزائر أو تونس أو مصر، ونرى هذه المساعي الحثيثة لوقف إطلاق النار والصلح أيضا بين الطرفين المتنازعين في الشقيقة ليبيا. يعني اليوم وصل وزير الخارجية الإيطالي إيطالي لويجي دي مايو، أيضا قال إنه يعني في مختلف جولاته السابقة إلى تركيا وإلى مصر وإلى بلجيكا والجزائر، الكل متفق على ضرورة الوصول إلى حل سلمي، لكن كيف يكون هذا الحل السلمي؟ هنا ربما الجهود ربما أن تستثمر أكثر. يعني قبل يعني تقريبا ساعتين من الآن وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، هو الآخر هنا في الجزائر من أجل تقديم رسالة يعني أرسلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجزائر. هم أيضا يعني الجزائر ومصر يعني تقريبا تتشاركان نفس زاوية الرؤية من حيث هل عرف ما جاء في الرسالة كريم؟ نعم، يعني حتى الآن يعني الأخبار شحيحة، لأن وزارة الخارجية أيضا والرئاسة لا يعني تقوم بنقل الأخبار بسرعة، ولكن أهم ما نقل حتى الآن ومن مصادر مختلفة هو أن هنالك رسالة يقدمها سامح شكري يعني للجزائر يعني نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. هذه رسالة يعني تتباحث في الكثير من النقاط وتتقاطع أيضا في النقاط المشتركة، لأن أمن البلدين مهدد والعقل الاستراتيجي للأمن القومي للبلدين هو مهدد إذا ما يعني تواصل التصعيد على مستوى خاصة تدخل التركي في ليبيا وإرساله لقوات عسكرية هناك. يعني الكل يريد وقف هذا التدخل والوصول إلى حل يرضي كل الأطراف المتنازعة وكل الدول حتى لا تتأثر دولتنا على حساب الأخرى. ونرى أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ككل يعني تولي أهمية كبيرة لهذه الأزمة ليبيا، سيما وان الجارة ليبيا الان يعني ان صح التعبير يعني لا يمكن فقدت السيادة الكاملة على ما يجرى في على اراضيها، خاصة ان هنالك من يغذي هذه الحرب الايديولوجية والحرب ايضا العسكرية، وبالتالي الحلول شحيحة، ولكن الكل يود الوصول الى نقطة واحدة وهي عدم التدخل في شؤونها، خاصة الجزائر لان مبدأها وعقيدتها وهي عدم المساس السيادة للدول، والشقيقة ليبيا الآن يعني تعاني من هذا المشكل وهنالك تدخلات كثيرة والجزائر ترفض هذا. وصف الرئيس تبون سابقا بأن طرابلس خط أحمر، وهي رسالة موجهة لكل من يغذي هذه الحرب. أرجو أن تبقى معنا كريم، سنتحول إلى نجلاء بخريص. يعني من الجزائر إلى تونس، ولكن العنوان يبدو واحد وواضح وهو الأزمة الليبية. في تونس نجلاء، المسائل يعني يبدو أنه لدغيا أتى بمجموعة من الملفات حول نفس الموضوع وهو الأزمة الليبية. أريد أن أفهم ما الذي جاء به لدغيا إلى تونس، ومن التقى غير طبعا قيس سعيد الرئيس قيس سعيد؟ نعم بالفعل، كما ذكرتي العنوان الأبرز لزيارة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جونيف لودريان هي الملف الليبي. تم التباحث مع الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص هذا الموضوع، وفي محاولة طبعا فرنسية لتوحيد أكثر ما يمكن من المواقف من دول جوار ليبيا حول حلحلة الأزمة الليبية، وربما يعني إعادة الاستقرار للمشهد الليبي، خاصة في مؤتمر برلين الذي من المنتظر أن يعقد هذا الشهر حول يعني وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار وإعادة حتى الفرقاء الليبيين مجددا إلى طاولة الحوار، وسيكون طبعا الحوار ليبي ليبي والحل سياسي بامتياز. لودريان تحدث عن ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي غسان سلامة في محاولة تجميع يعني الفرقاء الليبيين والوقف يعني الفوري لإطلاق النار، باعتبار يعني تداعيات
يؤكد ذلك حتى على استقرار المنطقة والساحل واستقرار الحدود التونسية الليبية ويعني الأوضاع. وكأنه يريد أن يأخذ تطمينات ما من تونس نجلاء. بالفعل يعني هذه الزيارة جاءت بعد مكالمة كانت منذ أيام بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالرئيس التونسي، ودعت تونس بشكل رسمي للحضور والمشاركة الفعلية في مؤتمر برلين. إلى حد هذه اللحظة تونس لم تصرح رسميا حتى لوسائل الإعلام إن كانت ستشارك في مؤتمر برلين، والذي في الحقيقة هو يعول بشكل أو بآخر على الدور الكبير لدول جوار ليبيا وخاصة تونس والجزائر. إذن يبدو أن زيارة لودريان أيضا تتنزل في هذا الإطار ومحاولة إقناع تونس بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي سيعقد في برلين الألمانية هذا الشهر، في محاولة لتحقيق الاستقرار الليبي، فيما تتحدث الأمم المتحدة عن مخاوف من نزوح ما لا يقل عن 50,000 عائلة من الأراضي الليبية التي والمناطق خاصة التي يعني تجد فيها يعني مواجهات مسلحة. نعم. بين الجيش الليبي من جهة والداعمين لحكومة السراج من جهة أخرى، ومخاوف يعني هذه الأزمة الإنسانية في ليبيا. إذن كانت هذه هي أجواء أو نتائج الزيارات. أشكرك جزيلا من تونس نجلاء بوخريص، وشكر موصول كذلك لزميلنا من الجزائر كريم قريب.